دمار ولا حاجه غاليه، محدش عارف يعيش. حرام، الناس هتجيب منين؟ احنا غلابه، احنا غلابه، الناس غلابه، الشعب غلابه، هيجيبوا منين؟ تتصاعد حالات الدهشة والغضب في الأحياء الشعبية نتيجة لاختفاء السلع الأساسية فيها كالسكر والأرز والزيت والسمن، على الرغم من توافر هذه السلع ذاتها في الأحياء الأخرى. كاميرا العاشرة رصدت الأوضاع في منطقتي إمبابة والعمرانية بالجيزة لمعرفة حقيقة الأمر. ما فيش السكر بكام؟ بقولي ب13 والقولي ب9 والقولي ب8. ها؟ الرز بكام؟ الرز بكام؟ الرز بكام؟ هنعمل ايه؟ هنموت بعدينا؟ لبن الاطفال المدعم ده مفيش. كشكول اجيبه للبيت اللي في ثانوي ب25 جنيه وب18 جنيه. ليه؟ هو انا باخد مرتب ايه؟ ها؟ واخده ايه انا من المرتب اللي انا باخده ده؟ وعندي الكبد، وربنا ما بكذب، عندي الكبد وبعاني منه، مش عارفه اجيب علاج. كهربا دلوقتي تيجي اخر الشهر اقول لك 500 جنيه. الميه نفس الوضع، غاز طبيعي نفس الوضع، الناس هتجيب منين بقى؟ والنهارده وصل الدولار 15 جنيه وبقول لك هيعوموا جنيه. ايه بقى اللي يحصل بقى؟ الناس الغلابه دي، الناس اللي قاعده في التكييفات وراكبه عربيات، مش حاسه بالناس الغلابه دي؟ الناس بتتعامل ازاي؟ السكر، الزيت مش موجود. ينفع الكيلو السكر ب10 جنيه ومش موجود، واحنا هنجيب منين؟ طيب اللي معاها 5 6 7 عيال تجيب منين؟ مش عارفه اجيب ولا زيت ولا سكر ولا اي حاجه. حتى مش عارفه اجيب اي حاجه خالص. السكر مفيش، الزيت مفيش، مش لاقيه زيت. انا ما عنديش تومين وبجيب كيلو السكر، والله العظيم اول امبارح لفيت البلد بحاله عشان كيلو سكر. اللي معاها 100 جنيه مش عارفه اجيب حاجه بيها، بتخبط على جارتها على شويه زيت تقول لها اديكي منين؟ ده الزيت بقى ب12 جنيه، انا اديكي منين؟ الزيت كنت بتاخديه كيلو في الطمين، دلوقتي بتاخديه كيلو الا ربع ومش موجود اساسا. بتروحي للتاجر بيقول لك مفيش حاجه موجوده. مش لاقيه السلع، حتى غاليه من البقالين مش عارفه اجيبها. حاجات كتير حضرتك ما بنلاقيهاش، زي السكر زي الرز، واحنا ناس يعني على الله، يعني على قد حالنا، يعني نعمل ايه؟ جزء ارزاقي وانا على الله، نعمل ايه يعني؟ ترشين الدم في المعيشه، ترشين الكوته، اللحمه بقت ب110، حرام وكده ظلم. السكر ب10 جنيه. انا كيلو السكر معايا 4 عيال، اجيبه بكام؟ حتى مش لاقياه. ما باخدش الا ازازه زيت واحده وكيس رز سكر، هو ده التموين بتاعي، شالوا عيالي من التموين، وانا ست معاشي كله 600 جنيه، مش لاقيه اكل انا ولا عيالي، ومعايا بنت معوقه وعيالي عيانين. طب اروح فين؟ هجيب منين؟ اسرق ولو جبت مخدرات وبعتها هتحبس، ولو سرقت هتحبس. طب انا اعمل ايه مع الحكومه؟ كل حاجه مش لاقيينها، وكل حاجه غاليه، ومفيش فلوس، والمعاشات بسيطة، نجيب منين؟ نسرع ولا ننهب ولا نعمل ايه؟ ولا نمشي ماشي بطال؟ عايزين سكر وزيت دايخ على الجمعيات، مش لاقي والله والله، والحاجة غالية علينا. يعني حرام كده، ده انا بقالي سنة ونص بطلع في البطال ده وحدي. احنا بنعاني كتير، يعني لو ابوس رجليكم شوفوا لنا حالك اللي احنا فيه. والله العظيم هتحصل ثورة جياع، ثورة جياع، عشان الناس خلاص مالت.